إن شاء الله النهاردة عندنا مواجهة محلية على أبواب طبعا بطولة مهمة جدا، الدور قبل النهائي من كأس مصر. طبعا بنتكلم عن الموسم اللي فات، عندنا مباراة مهمة جدا أمام أسوان النهاردة إن شاء الله نفوز بيها. وحابة أقول لكم إن لو كسبنا هنتأهل طبعا مباشرة للمباراة النهائية، يعني هنكون على بعد خطوة واحدة فقط من الفوز باللقب إن شاء الله. نفوز النهاردة في المباراة ديت. واتكلمت يا أحمد كمان امبارح، كان معايا كابتن محمد مصطفى ممس، اتكلمنا عن أهمية المباراة ديت، واتكلمنا إن احنا دايما لما نيجي ندخل أي مباراة ما ينفعش إن احنا نستسهل المباراة، وما ينفعش إن احنا نستهين بالمنافس اللي هيكون معانا في المباراة. الصراحة أنا تابعت كمان لقاء امبارح كان ممتاز جدا مع الكابتن محمد مصطفى ممس، وهو واحد من نجوم في التدريب، يمكن ما حققش نجاح كبير قوي في وهو لاعب كورة، لكن في التدريب هو مدرب واعد جدا. وشفت الكلام معاه كده يا إنجي في إزاي نحترم المنافس أسوان، فريق لسه صاعد، لسه كان اخر مباراه لي بيلعب عشان الصعود وصعد، فانت لازم تحترمه لانه عنده دوافع كتيره جدا ومفيش حاجه يبكي عليها. بالظبط، هيعمل اللي هو عايزه، ولو خسر هيقول لك خلاص ده خسر من الزمالك. طبعا لسه كمان دي مباراه الزمالك مع اسوان هتبقى في قبل النهائي، الطرف الثاني في المنافسه او اللي لسه هيواجهه نادي الزمالك او اللي هيبقى في الصف الثاني في المنافسه هيبقى نادي الاهلي مع بيراميدز وبتروجيت. بتروجيت صعد لنصف النهائي، في مباراه لسه ما اتلعبتش ما بين الاهلي وبيراميدز، دي في دور الثمانيه، لسه اللي هيكسب هيلاعب بتروجيت وبعديها اللي هيكسب هيصعد للنهائي. يعني كلام كتير جدا وتفاصيل كتير جدا ان شاء الله هنتابعها معاكم في فقره اقرا الخبر، وكمان في الفقره الحواريه فقره سمو كوس هيبقى معانا الناقد والمحلل الكروي خالد الكيلاني. بس الحقيقه بقى انا بعيدا عن اي حاجه فرحان ان الماتش اخيرا هيتلعب، فرحان ان الزمالك وادارته تمسكوا بحقوقهم في استكمال هذه المسابقة. الزمالك قطع شوط كبير جدا، خطوات كبيرة جدا في هذه المسابقة، وتسببت لو نفتكر كده السنة اللي فاتت لما كان في ماتشات مهمة جدا وحاسمة جدا، يتحط في النص كده ماتش الإسماعيلي، يتحط في النص كده ماتش صعب في الكاس، عشان ايه؟ في ماتش المقصة. يعني انت بتحط لك عراقيل عشان الدوري ما يمشيش بشكل ممتاز، ولما تاخد الدوري يبقى عايز يلغي الكاس، لكن الحمد لله البطوله هتتلعب وخلاص فاضل فيها مباراتين، بطوله ان شاء الله تكون قريبه من نادي الزمالك. وعايز اقول ان هي هتعوض بشكل كبير قوي جماهير نادي الزمالك اللي بقالها فتره مؤخرا يا انجي كده مش في احسن حال، فكمان البطولة دي هتعني الكثير أكيد. لأن هي هتبقى حدث تاريخي أكيد. قولي للناس بقى إيه هو الحدث التاريخي ده يا إنجي، عشان في ناس كانت عايزة تلغي البطولة دي. أصل أقول لكم على حاجة، البطولة ديت مهمة وأهميتها بتيجي من إيه؟ الفوز بالكاس ده هيخلي الزمالك يجمع بين الثنائية، يعني هنحقق لقبي الدوري والكاس في موسم واحد للمرة الرابعة في تاريخ نادي الزمالك. وعايز أقول لكم على حاجة حلوة جدا، إنه آخر مرة حصل فيها كده جمعنا بين الثنائية كان وقت ولاية فريرة الأولى، كان في 2015 الكلام ده، فبنتمنى إن ده يتحقق المرة دي كمان على إيد مستر فريرة. بالتالي لو فزنا بالكاس هيبقى جمعنا بين الثنائية زي ما قلنا، وبالتالي الجيل ده من لعيبة الزمالك، ورغم بقى أي إخفاق وأي تراجع وأي يعني تخاذل في الفترة اللي فاتت ديت وانتقادات كتير جدا بتعرض ليها اللعيبة وبتعرض ليها الفريق، هيكون من حق الجمهور، وطبعا بشوف انه دايما من حق الجمهور انه يلوم اي وقت الفريق بيتراجع فيه، اي تخاذل بيحصل من اللعيبة من حق الجمهور انه هو يلوم وقتها، لكن احنا دلوقتي على بعد خطوتين من تحقيق انجاز تاريخي. اللعيبة لو قدروا ان هم يحققوا الانجاز دوت، افتكر ان هم هيكونوا في حته تانية، هيقدروا ان هم يكتبوا بيه اساميهم بحروف من نور طبعا في تاريخ القلعه البيضاء، وكل هيفتكرهم بالانجاز التاريخي ده، وهي فكره الجمع بين الدوري والكاس في موسم واحد. فاحنا محتاجين من اللعيبه ان هم يركزوا جدا النهارده في ماتش اسوان، وطبعا بعد كده لكل مقام مقال. بالظبط، ولازم اللعيبه كمان يا انجي يكونوا هم اول ناس مدركه للقصه دي، يعني سواء اللي مكملين معاك أو اللي هنقول لهم شكرا بنهاية الموسم، ربنا يوفقك في أي حتة تانية،
لازم ينهوا مسيرتهم مع النادي بافضل شكل. يعني تصنع معاه، انت صنعت معاه على فكره بالمناسبه، اللعيبه دي حققت الدوري السنه اللي فاتت، حققت اكتر من لقب الكونفدراليه والسوبر الافريقي والسوبر المصري. لازم ينهوا كده مسيرتهم مع الفريق بافضل شكل ممكن. مفيش انجاز زي ده ممكن يتحقق، فكره تحقيق الثنائيه ما تتحققش كتير، بقالك سنين وسنين حققتها 3 مرات، فدي ممكن تكون الرابعه ان شاء الله في الموسم ده. وانك تحافظ كمان على لقب الدوري، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. انت لحد دلوقتي متصدر ولسه رجلك مقدمها في هذه البطوله، حاطط رجل كده في البطوله ان انت محافظ على اللقب بتاع الموسم اللي فات، بعيدا تماما بقى عن الهزيمتين الاخرانيتين اللي عايزين اللعيبه يفوقوا نفسهم بنفسهم وبرجلهم في الملعب وبمجهودهم في الملعب، يغيروا وجهة النظر دي عند الجمهور، والروح الخلاص اللي بقت انهزامية ناحية الجمهور يعوضوهم شوية في الفترة اللي جاية عن الهزيمتين الأخرانيتين. إن شاء الله لكل الفريق يكون موفق بإذن الله في مباراة النهاردة، كل التوفيق لفريقنا النهاردة. اتكلمنا كمان امبارح عن أهمية ماتش أسوان زي ما قلت أنا وأحمد من شوية، وإن هي فرصة مهمة جدا للوصول لبطولة مهمة جدا في التوقيت الحالي، أكيد هتفرق كمان جدا مع نفسية اللعيبة ومع نفسية كل جماهير الزمالك ومشوارنا في استكمال الدوري للموسم الحالي بإذن الله نوصل للنهائي ونكسب الكاس. طيب ده بما يخص فريق الكورة عندنا. طيب تعالى انا وانت يا احمد كده نتكلم، عشان انا ونيرفانا اتكلمنا امبارح عن توقعاتي انا وانت، وان هي على طول يعني بتصيب. طبعا اتكلمنا انا وانت قبل اول امبارح عن مبابي وعن رحيل مبابي، وتوقعنا صح، توقعاتنا كانت صح الحمد لله، جامدين جدا احنا، راح لل 400 مليون، راح للفلوس. طيب برضو اتكلمنا بقى عن توقعات الدوري الانجليزي وبطل الدوري الايطالي وهداف الدوري الانجليزي، والحقيقه انه كان نفسنا تحصل يعني كل حاجه، وان ليفربول اللي يكسب في الاخر البطوله بروح دوري سيد عبد النعيم. وطبعا يعني الموضوع كان قريب والله، يعني احنا قاعدين بنتفرج على المباراه احنا كنا حاسين ان خلاص قربت تكون في الانفيلد، لكن اكيد ربنا شايل حاجه احسن لمحمد صلاح ورفاقه، يمكن يوم السبت اللي جاي محدش عارف. بس سيبك انت بقى من كل الكلام الجميل جدا ده واللي اتكلمنا عليه، وفكره ان صلاح عمل اعجاز مش انجازه بس، يعني صلاح دايما بيحقق المستحيل. يعني تخيلوا معانا كده يا جماعه، احنا عندنا لاعب مصري، اول لاعب عربي وافريقي يحقق لقب الحذاء الذهبي في البريمير ليج 3 مرات. طبعا احنا امبارح يعني ده كان مناصفه مع الكوري سون هيونج بعد منافسه شرسه جدا جدا، لكن في المجمل حصل اللي حصل ده اعجاز. كان فاضل بس ليفربول ان هو يكسب الدوري الانجليزي، واللي يعني واللي تابع السيناريو بتاع الماتشين امبارح ما كانش ابدا ممكن يتخيل او يقول انه بعد الدقيقه 70 ان المان سيتي هيعمل ريمونتادا وهيفوز في اخر المباراه ويكسب الدوري.